إن رمت أن تحيا وعيشك ناعم فاقصد ضريحا حل فيه القاسم تقضى به الحاجات وهي عويصة ويرد عنك السوء وهو مهاجم فيه تحل المشكلات فقبره كالبيت في زواره متزاحم من كابن موسى نال مجدا في الورى كالبحر في أمواجه متلاطم من جده خير الأنام محمد من أمه أم الكواكب فاطم نسب به يعلو ويزهر حيدر ويطاول الشمس المضيئة هاشم طارده الشار فعاش كأنه طير بآفاق البسيطة حائم